ينضم إلينا من موسكو مراسل التلفزيون العربي سعد خلف. سعد، لا تفاوض إلا قبل تحرير كورسك، يقول ميدفيديف. ماذا في آخر التصريحات والتطورات الميدانية أيضا؟ بالفعل نضال، وهذا ليس ما يقوله ميدفيديف وحده، بل ما يقوله القادة الروس جميعا، وعلى رأسهم وفي مقدمتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أعلن أنه لا تفاوض مع الجانب الأوكراني في الوقت الحالي، نظرا لدخوله بهذه المغامرة حسب ما يصفه الجانب الروسي، واختراقه للأراضي الروسية في مقاطعة كورسك. اليوم 15 من بدء اختراق القوات الأوكرانية لمقاطعة كورسك، أحدث البيانات التي ذكرتها وزارة الدفاع الروسية بشأن هذا الهجوم الأوكراني، حتى هذه اللحظة فقد الجانب الأوكراني وفقا لبيانات الدفاع الروسية 4400 جندي خلال هذا الهجوم على مقاطعة كورسك. الجانب الروسي، وزارة الدفاع تعلن أن الجانب الأوكراني خسر 65 دبابة، منها دبابات غربية، خلال هذا الهجوم على مقاطعة كورسك، وكذلك عدد كبير من راجمات الصواريخ، من بينها 3 راجمات من طراز هايمارس الأمريكية، في تأكيد على أن الجانب الأوكراني يستخدم الأسلحة الغربية في هجومه على الأراضي الروسية المعترف بها دوليا، وهو ما كانت الأطراف الغربية تقول دائما أنها لا تسمح للجانب الأوكراني باستخدام الأسلحة التي نعم. توردها إليه إلا داخل نطاق القتال في أوكرانيا، أي في المناطق التي لا تعترف بها الدول الغربية كأراضي روسية. وبالتوازي مع ذلك، أيضا يعلن قائد القوات الشنية ألا تقدم للقوات الأوكرانية كما يقول الجانب الأوكراني، بل هناك نعم. دفع للخلف للوراء للقوات الأوكرانية، وأنها تقوم بإعادة تمركزها لتشن هجمات مختلفة أو محاولات لهجمات جديدة داخل مقاطعة كورسك. نضال، شكرا جزيلا لك سعد خلف، مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من موسكو.